نوصل تو لمرحلة الميوكارديال ديزيزز، أو نحن كيف ما سميناها الكارديو مايوباثي. نبو نعرفوا في الجزئية هذه شن هن الديزيزز والأبنورماليتي اللي بيضربن طبقة الميوكارديا، وهذا هو يعتبر البالك of the heart، لأن نحن قلنا الهارت عبارة عن عضلة. فلو أنا صلي ديفكت في الميوكارديوم معناه أنا صلي ديفكت في الفانكشن of the heart. فأغلب الميوكارديال ديزيز بينتهي به المطاف إلى الهارت فيلر. قال لك الميوكارديال ديزيز أو الكارديوميوباثي هن عبارة عن نوعين، عبارة عن نوعين. لو نفترضوا أن في شخص سليم معافى ما عندهش أي underlying disease، شخص نورمال، تمام. الشخص النورمال هذا يوم من الأيام خش في myocardial abnormality، خش في myocardial abnormality وهو ما عندهش أي حاجة، أموره طيبة، وخش في كارديو مايوباثي. النوع هذا نسمو فيه البرايمري كارديو مايوباثي، برايمري كارديو مايوباثي، تمام. هذا النوع الأول. لو نفترض أن في شخص آخر ما هوش سليم، ما هوش معافى، شخص يعاني من سيستميك ديزيز أو سيستميك ديسوردرز، ونتيجة السيستميك ديزيز أو السيستميك ديسوردر هذا أدت إلى حدوث مايوكارديال أبنورماليتي، معناها الشخص هذا خش في كارديوميوباثي ديو تو كوز معين، ديو تو ديزيز معين. النوع هذا نسمو فيه السكندري كارديو مايوباثي، تمام. فالمايوكارديال ديزيز أو الكارديوميوباثي عبارة عن تو تايبس، يا اما تكون برايمري كارديو مايوباثي، يا اما بتكون سكندري كارديو مايوباثي. باهي السكندري كيف شنو؟ مثلا شنو هن السيستميك ديستوردرز او سيستميك بروبلمز اللي بيؤدن الى حدوث كارديو مايوباثي؟ على سبيل المثال ممكن شخص يكون يعاني من نيوتريشنال ديستوردرز، مثلا عنده ديكريز في فيتامين بي 1 او الثيامين، هذا راح ناخذه في النيوتريشن ان شاء الله. اشخاص اللي يعانوا من ديفيشنسي في الفيتامين بي 1 يخشوا في ديزيز اسمه البيريبيري ديزيز. طبعا الفيتامين بي 1 مهم في تكوين الماسلز او المسل فايبر، فانت نقص فيه حتخش في ماسل ابنورماليتي وتخش في مايوكارديال ديفكت. مثلا جماعه اللي يعانوا من كرونيك الكوليزم حتى هم يخشوا ممكن في مايوكارديال ديفكت. مثلا اشخاص ياخذوا في دراجز معينه كيف الكاتيكولامينز، كيف عرفنا ان الكاتيكولامينز تزيد لي من الفانكشنال كونتراكتيليتي اوف ذا هارت، فنتيجه الاوفرلود على الهارت ماسل او الاجهاد الزائد ممكن تدير لي ماسكولار ديفكت وتخشك في كارديوميوباثي. مثلا اشخاص يعانوا مثلا من ميتابوليك ديزيزز كيف مثلا الامايلودوسيس، الامايلودوسيس هو عباره عن ابنورمال ديبوزيشن اوف ابنورمال بروتين اسمه الامايلويد، فبعد يكون بكثرة يصير لديبوزيشن على الهارت مصل تخشك في كارديوميوباثي. ممكن يكون السبب نتيجة أوتو أميون ديزيز كيف مثلا روماتويد أرثرايتس الـSLE، هذين يطلع عن أنتيبوديز وهذين يعتبرن سيستميك ديزيز. تو كيف روماتويد أرثرايتس من اسمه أرثرايتس مش معناه يضرب الجوينتس، بس هو سموه أرثرايتس لأن المين كومبلين تاعه يضرب الجوينتس، لكن هو يعتبر سيستميك ديزيز، يضرب الليفر، يضرب الكدني، يضرب الاذر اورجانز، ويضرب بما فيهن الهارت ويدير لي مايوكارديال ديزيز. مثلا اشخاص يعرضوا للتوكسيك كيميكلز كيف الليثيوم، كيف الهيدروكربونز، هذين يديرن اريتيشن للمسل وتخشك في كارديوميوباثي، او انفلتريشن اوف كانسر سيلز، هذين كلهن يخشنك في ديزيز في المايوكارديوم وتخشنك في كارديوميوباثي، تمام. به شوف معايا وخذ معايا القصة هذه والسيناريو هذا. شوف رسمة الهارت اللي قدامي هذا، هذا الأورتيك فالف وهذا الأورطة، تمام. في نورمال فانكشن اوف ذا هارت حيصير لي كونتراكشن في الاتريوم، حينزل البلد الى ليفت فينتريكل، كونتراكشن في الفينتريكل حيطلع البلد الى الأورطة، تمام. لو نفترضوا ان شخص يعاني مثلا من هايبرتنشن، شخص عنده
هايبر تنشن، تمام؟ او مثلا عنده فالفلر ديزيز، او عنده مثلا اورتيك ستينوسس. كلمه ستينوسس معناها في كيف الريستريكشن، تقييد او حاجه يابسه، تمام؟ نفترض ان الشخص عنده هايبرتنشن او عنده اورتيك ستينوسس. ناخذ السيناريو الاول، شخص عنده هايبرتنشن، ضغط في الاورطه هاي، فبعد يصير لي كونتراكشن فنتريكل، شو بيصير للاورطه؟ ما حوتك ما ينفتح، يا دوب يندف شوي لان فيه ريزيستنس عاليه قدام، فيطلع بلد شويه ويسكر. انا هنا نزل عندي بلد، مفروض النورمال ايجكشن يطلع من 50-70%. انا هذا كله تعب عندي بلد، مفروض من 50-70% من كميه البلد اللي نزلت في الفنتريكل المفروض تطلع منها على حاجه 70%، وال 30% تقعد عادي. لكن انا نتيجه ان في هايبرتنشن في الايجكشن اوف ذا هارت اوف ذا بلد قل، فطلع ممكن 10-15%، فانا قاعد عندي في فوليوم اوفرلود، في زياده في البلد. جاء بلد جديد من الاتريوم وصار لي كونتراكشن، طلع جزء بسيط وتعبى اخر، هنا الفوليوم زاد. جاء بلد اخر من الاتريوم وهكذا، فشنو يصير له البلد في الفنتريكل؟ يبي يتعبى. فشنو يصير للليفت فنتريكل؟ بيصير له دايليتيشن، يبي ينتفخ، صح ولا لا؟ فحقيقة الشكل نتاعك هذا الهارت نتاعي، وحقيقة شكل الليفت فنتريكل بشكل هذا دايليتد، قاعد دايليتد. نتيجة ان فيه بلد واجد هنا، البلد بيقعد يضغط على الوول، صح ولا لا؟ يبي يضغط على الوول. فشين يصير للمسكولر وول؟ يبدأ يصير فيه ثينينج، تقدر طبقة رقيقة نتيجة الكمية الكبيرة من البلد، فيجد شكل الهارت كله نورمال، وعند الاري هذه تشين تلقاها ثينينج، طبقة رقيقة نتيجة انها مليانة ب البلد، فصار لي دايليتيشن في الليفت فينتريكل. لو شخص مثلا عنده اورتيك ستينوسس، نفس الفكرة، نفس الفكرة. اورتيك ستينوسس هو الفالف المفروض ينفتح يسكر، ينفتح ويسكر. انا عندي تيبس في الفالف، فالفالف معصي، يدوب ينفتح شويك ويسكر. شخص نورمال ما عندهش هايبرتنشن اوكي، لكن عندي المشكله وين في الفالف؟ الاولى كانت عندي المشكله في الفلو، الثانيه عندي مشكله في الفالف، فالفالف يدوب يقولك يريد يسكر. فنفس الفكره، هيقل الايجكشن، هيصير لي فوليوم اوفرلود، هيصير دايليتيشن للهارت. فانا هنا شنو صار في المسل وول؟ تأثرت، صار لها ثينينج. نتيجة الثينينج اللي صار، قاعد طبقة رقيقة، قاعد طبقة ضعيفة، أدت إلى انتفاخ في الهارت. النوع الديزيز هذا، نوع الديزيز هذا يسمو فيه dilated cardiomyopathy، dilated cardiomyopathy، نتيجة إن فيه صار لي dilation في الventricles، وتميز إن فيه thinning في الوول، في thinning in the wall. فتعبى البلد والإيجيكشن قل، بعد يصير لنا دايليتد كارديوميوباثي. الكاردياك أوتبوت ايش بيصير له؟ طبيعي يبي ينزل، لأن أصلا هو شو اللي خلى البلد يتعبى؟ نتيجة إنه في ديكريز في الإيجيكشن، فالكاردياك أوتبوت نزل. الكاردياك أوتبوت بعد ينزل بيؤدي إلى الهارت فيلر، والهارت فيلر تؤدي بيك إلى الدث، تمام؟ هذا ليش قلنا الميوكارديال ديزيز فيري سيريس. باهي، لو نفترض ان شخص يعاني من مرض اخر في الميوكارديوم اسمه الميوكاردايتس، انفلاميشن في الميوكارديوم. زمان بعد حكينا على الانفلاميشن وقلنا وخاصه شخص يخش في كرونيك انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن الجسم يمل من قصه الانفلاميشن، فشنو يدير للوول؟ يدير له فايبروسس، صح ولا لا؟ فلو نفترض ان شخص يعاني من مثلا هو الهارت بتاعه سليم، بعدين عانى من مايوكاردايتس واستمرت المايوكارديوم في الانفلاميشن هذا وصار لي فايبروسس في الوول، فالفايبروتيك وول بيكون ضعيف، والهارت هي المضخه نتاع الاساسيه نتاع الدم، هي تبي تضخ الدم. فنتيجه ان الهاي بريشر الوول، نتيجه ان الضعف نتاعها كيف يقولون يطلع في بطنك. فايضا المايوكاردايتس ممكن تؤدي الى الديليتد كارديوميوباثي، والدايليتد كارديوميوباثي تؤدي الى ديكريز في الكاردياك اوتبوت، تؤدي الى هارت فيلر، تؤدي الى الدث، تمام؟ هذا اول ديزيز عندنا في
التايبس اوف الكارديوباثي، الكارديوميوباثي. تمام، ناخذ سيناريو جديد وقصه جديده. لو نفترض ان شخص سليم معافى، اموره طيبه، والهارت نتاعه كاين سليم 100%. الشخص هذا مثلا نفس الفكره، تعرض مثلا للهايبرتنشن، قاعد مريض بضغط الدم ومش مستمر على العلاج، وديما ضغط راكي. تمام، او خش في اي فالف ديزيز كيف الاورتك ستينوسس. تمام، نفس الفكره، نفس الفكره، مش حنعاود. بعد يكون انا عندي مشكله في في الفالفز، او عندي هايبرتنشن، فتحه الاورطه تبي تتاثر، تبي تجي فتحه بسيطه، فشن بيصير لي هنا؟ يبي يتعبى بلد عندي واجد، كميه كبيره من البلد بتعبى في الفنتريكل. في البدايه، في البدايه الهارت مش هيسكت. تخيل معي هذا الهارت ومعبى بلد، هو المفروض ينقبض يرتخى، ينقبض ويرتخى وهكذا. تمام، به انا بعد انا يزيد عندي كميه البلد في الـ في الـ في الفنتريكل، معناها ريزيستنس، ريزيستنس على الوول بتزيد، صح ولا لا؟ فالهارت يبدا يكلم في البرين، يقول يا برين راك انت رو الامبلس دزي في ليا ما هنش كافيات، راه انا البلد عندي ندير فيه انقباض، انا اوكي انا اللي عليه ندير فيه. تمام، لكن البلد ما يطلعش، دير حل، دز لي امبلس، انا مش شوري، ما تقوليش المشكله في الفالف ولا المشكله في الهايبرتنشن، انا ما ليش علاقه، لان انك دز لي امبلس اقوى واقوى، مش انا شنو، مش انا نحاول نتغلب وندير اوفركم على كميه البلد اللي عندي في الهارت. فالبرين يقول لي حاضر، يقول لي حاضر ما عندكش مشكله، يزيد الامبلس، فيبدا شنو يصير لي؟ الكونتراكتيليتي بيحاول بتكون اقوى، بتكون اقوى، بتكون اقوى، وهذا كله ما يصير شيء، لان انا المشكله عندي في المخرج. تمام، فالشخص يخش في ستريس هذا لمده طويله. زمان احنا قلنا بعد الشخص يخش في ستريس ويحاول الجسم يعدل ما يصير شيء، تصير لي حاجه اسمها الادابتيشن، صح ولا لا؟ السيلز هنا البرين يقول للمايوكارديال سيلز، والله انا دزيت لك امبلس لان بطلت ما صار شيء، باش نديرو؟ يقعد يفكر شنو ندير، شنو ندير، يقول لك بي عندي لك فكره اخرى، شنو رايك انا نقوي عضله القلب، نقويها لك، بلكي هي ضعيفه انت ما تقدرش تدف هذه قدام، نجيب واحد عضلات شويه يقدر يدفها، فانا نقوي العضله القلب ونحاول كيف ما نقول بالعاميه نسخطها شويه، بلكي بعد يصير كونتراكشن، يصير كونتراكشن قوي ويطلع البلد. فشن يدير لي الجسم؟ يبدا يدير لي في هايبرتروفي، يدير لي في هايبرتروفي، يزيد لي في السايز اوف ذا مايوكارديا، فهيقعد الشكل الهارت هيك، تبدا مره تلقاها هنا نورمال الول، وهنا شن تلقى؟ تلقى ثك، تلقى ثك. فشن صار لي هنا في الول او في المايوكارديوم؟ صار لي هايبرتروفي. فانا الهايبرتروفي وين صارت لي؟ صارت لي في المايوكارديوم، معناها هذه ديفكت، هذه ماهيش نورمال مايوكارديوم، فهذا يعتبر نوع من انواع الكارديوميوباثي. لكن شن نسمو فيه النوع هذا؟ نسمو فيه الهايبرتروفيك، هايبرتروفيك كارديو مايوباثي. هنا شن صار لي في النوع هذا؟ ما صارليش ثينينج في الول، صار لي ثيكنينج في الول، ثيكنينج ان ذا وول. باهي شن بيصير لي هنا؟ تو نحنا قارين من بدري شوية الاسكيميك هارت ديزيز. في الاسكيميك هارت ديزيز قلنا ان السيلز مفروض يكون فيه اكوليبريم ما بين الديماند وما بين السبلاي، لو صار ديس اكوليبريم حنخش فيه اسكيميا وتخششنا فيه ام اي، صح ولا لا؟ به انا الكورونري ارتري بعد كان عضلة القلب سليمة والحجم متاعها معقول ومتوسط، كانت تغذي فيها امورها طيبة، انا هنا صار لي ثيكنينج، معناها الديماند شن صار؟ زاد، المسلز عطشت تبي سيلز اخرى، وانا الكورونري ارتري ما يسدنش اصلا يغذن الكميه دي كلها، فنتيجه ان الديماند زاد حتخش فيه، تخشش فيه اسكيميا، وتستمر الاسكيميا لان تخششني فيه ام اي. الام اي شنو تبي تدير لي؟ تبي تدير لي هارت
فيلر ممكن تؤدي الى الدث لو كان الحجم نتاعها اكستنسيف، كانت كبيره الجزئيه اللي صار فيها الهايبرترفي. لكن لو كانت الجزئيه صغيره فحيجد في جزء من عضله القلب ميت ما يتحركش، تمام. ممكن ياثر حتى على الامبلس، ممكن ياثر في الاريا اللي تكون ماتت، تكون عند اللي فيها قاعده فيها الاس اي نود او البندل اوف هيز او مثلا الاس اي نود، تمام. فممكن الشخص مش شرط انه يتعرض للام اي يخش في هارت فيلر يخش في دث، ممكن يخش في الريثميا تصير في مشكله في او عدم تناسق في ضربات القلب او في الكونتراكتيلتي فانكشن اوف ذا هارت، فممكن ايضا يخش في الريثميا. فهذه هنا الكومبليكيشن اوف هايبرتروفيك كارديو مايوباثي. مهم تفرق ما بين دايليتد وما بين الكارديو مايوباثي. وهذه هنا اسئله الام سي كيو. دايليتد يصير لي ثيننج في الوول، هايبرتروفيك يصير لي ثيكننج، هنا يصير لي هارت فيلر ديث، هنا ممكن يدير الريثميا، هذا الكوز نتاعها كذا كذا، هذا الكوز نتاعها وهكذا. تفهم حتجاوب اي سؤال ممكن يجيك. ومن ضمن الاسباب نتاع الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي ممكن يكون جيناتيك ميوتيشن. جيناتيك ميوتيشن جيناتيك كوز يصير في تضخم لا ارادي لعضله القلب وتخش في هايبرتروفيك كارديو مايوباثي. وعلى فكره الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي تمثل الموست كومن كوز اوف سادن ديث، وخاصه في الرياضيين اوف اثليتس. ديما الرياضيين تشوفوا فيهم انت في الملعب، مرات في لاعبين تسمع بهم مات هو يلعب في كوره او مات هو يتريض. عاده الرياضيين ديما شنو يصير لهم؟ الرياضيين ديما يتحركوا، الدوره الدمويه نتاعها ديما نشيطه، تمام. فالهارت الكونتراكتيليتي نتاعها مستمره، مش كيفنا نحن تتخامل انت وقاعد في مكانك ومتحركش واجد. فمرات نتيجه ان الكونتراكتيليتي زايده وهو اصلا اوريدي عنده جينيتك ميوتيشن فيخش في هايبرتروفيك كارديو مايوباثي، ف مش يعرش بها أموره طيبة لعند، فجأة الديماند يزيد وتصير ثيكنينج في الول يخش في ماي ويخش في ديث. فالهايبرتروفيك كارديوميوباثي تعتبر الموست كومن كوز اوف سادن ديث ان اثليتس. وهذا يعتبر النوع الثاني من انواع الكارديو مايوباثي. بشن هو النوع الثالث؟ ناخذ سيناريو اخرى وقصة جديدة. واحد أموره طيبة سليم 100% معافى ما عندهش اي حاجة، مسكين الرجل هذا خش مثلا في مايوكاردايتس، مايو كاردايتس، او خش مثلا في ديزيز اسمه الاميلودوزس، تمام، او صار كويدوزس مثلا. بعد ما يصير لي مايوكاردايتس، بعد يصير لي مايوكاردايتس حيصير لي انفلاميشن. لو نفترضوا مثلا عندي الهارت، هذا الهارت نتاعي، وانا خشيت في مايوكاردايتس وصارت لي انفلاميشن في جزئيه كبيره من الهارت، واستمر الانفلاميشن هذا وتحول الى فايبروسس. بعد انا يصير لي فايبروسس معناها انا حنفقد خاصيه الكونتراكتيليتي، لان الفايبروسس ماهيش كونتراكتايل، المصل صلت لنا بس الكونتراكتايل، فانا حنفقد خاصيه الكونتراكتيليتي، فيجد الجزء هذا من الهارت ما يخدمش. اللي فوق اوكي مثلا يخدم، لكن الجزء التحتاني هذا ما يخدمش. فانت الهارت بعد بيتعب بالبلد، مفروض لو انت قاعد في مصل وعندك خاصيه كونتراكتيليتي يتمدد، بعد يصير يفضى من البلد ينكمش، يتعبى من البلد يتمدد. انت بعد صار لك فايبروسس، صار لك ريستريكشن، قاعد الهارت محدود ما يقدرش يتمدد لانه قاعد فايبروتيك. نفترض ان شخص تعرض لاميلودوزس، صار له ابنورمال ديبوزيشن اوف ابنورمال بروتين اللي نسموه فيه الاميلود، صار له ديبوزيشن في المايوكارديا، خلت المايوكارديا مثك، خلتها تفقد خاصية الكونتراكتيليتي، فنفس القصة حتخليها ريستريكتيف. نفترض ان الشخص تعرض لساركيدوزس وادت الى انفلاماتوري ريسبونس في المايوكارديا، فنفس القصة حتى هو حيخش في ريستريكشن في الفانكشن اوف ذا هارت. فانا الهارت هنا قاعد عندي مقيد، معش يمتلى، قاعد ريستريكتيف. فالنوع هذا
اثر في الميوكارديوم صح ولا؟ لان قلت لكم ان الهارت هو عباره عن عضله، فانت بعد تاثر لي على الميوكارديوم انت فقدت الفانكشن اوف ذا هارت. فالاشخاص اللي يعانوا من القصه هذه يعانوا من ريستريكشن في عمليه او في النورمال فانكشن اوف ذا هارت، فيسموا فيه النوع هذا ريستريكتيف كارديوميوباثي. ريستريكتيف كارديوميوباثي، ان الهارت ما يعبش في بلود كويس، بالتالي انا ما عبيتش بلود كويس، ما انا متوقعش اني حنطلع لك بلود واجد. انا خشت لي 10 ملي حنطلع لك 10 ملي، خش عندي 20 ملي حنطلع لك 20 ملي، خش ملي واحد حنطلع لك ملي واحد، مش حنصنع لك بلود جديد. فبعد انت يكون الهارت فاقد خاصيه الكونتراكتيليتي، يتعبى بلود ما يقدرش يصير لك كونتراكشن، ما يقدرش يتمدد. فالكاردياك اوتبوت شنو بيصير لك؟ بينزل، وبعد يقل الكاردياك اوتبوت نتيجه انه في ديكريز في الفيلينج فانكشن اوف ذا بلود، فالشخص يخش في هارت فيلر. وديما نوع الهارت فيلر هنا حيكون كونجستيف هارت فيلر، لان تكون عاده في كل الهارت، يعني لو صارت ريستريكشن هذا في جزئيه معينه مرات الشخص ما يتاثرش بها، ما تبانش عليك حتى، لكن بعد تكون جزئيه كبيره مرات اكثر من 70 او 75% من الهارت، فحتخش في كونجستيف هارت فيلر، قد الهارت كله صاير فيه ريستريكشن. وهذا النوع الثالث من انواع الكارديو مايوباثي. وممكن يكون شكل المايوكارديال ديزيز على هيئه انفلاميشن، ممكن يكون على هيئه مايوكاردايتس. المايوكاردايتس هي عباره عن انفلاميشن في طبقه المايوكارديا، او يصير لي مايوسايتس. مايوسايتس معناها انفلاميشن في المسل فايبرز. لو انا هذا الهارت بتاعي وصار لي في الجزئية هذه inflammation، نحن قلنا أي inflammation ينتهي بـ fibrosis، فأنا بعد after الميوكارديتس وخاصة في الكرونيك حيصير لي fibrosis في السلس، وبعد يصير لي fibrosis أنا حنفقد الجزئية اللي صار فيها fibrosis ونفقد الفانكشن تاعها. فلو كانت جزئية كبيرة معناها حنفقد شكل كبير من الفانكشن اوف ذا هارت، فحتخشك في هارت فيلر. ومرات الاريا اللي صار فيها فيبروسز عند الاريا اللي خطمه منها الامبلس، فحتخش البيشنت هنا في اريثميا. فحتلقى المايوكاردايتس الكومبليكيشن نتاعها حاجتين، يعتبر من الكومبليكيشن اوف مايوكاردايتس هارت فيلر اند الريثميا. بيشن لنا انواع المايوكارديتس، التايبس اوف مايوكارديتس نفس ما قلنا زمان، اي تقسيمه بتكون اكوردنج تو. في بعض الاشخاص يخشوا في مايوكارديتس يكون الكوز نتاعهم النون كوز، اصلا ما فيش كوز، شخص لا به لا عليه كيف ما نقوله، ما فيش اي حاجه او اندرلاين كوز ممكن يؤدي الى حدوث مايوكارديتس ويخش في الميوكارديتس. الأشخاص هذوما اللي يخشوا في النوع هذا نسمو فيه الايديوباثيك مايوكارديتس، مش معروف ليش صار الميوكارديتس. والنوع هذا يعتبر most common cause، واللي اكتشفه عالم اسمه فيدلر فسموه باسم متاعه، ممكن يسموا فيه الفيدلرز مايوكارديتس. فيدلرز مايوكارديتس، تمام. هذا النوع الاول. النوع هذا اللي هو الايديوباثيك ممكن يكون ديفيوز، يعني صار لي انفلاميشن في كل المايوكارديوم وصار لي فيبروسس في كل المايوكارديوم، فممكن يكون ديفيوز تايب. وممكن يكون شنو اخرى؟ كنت تذكر في الانفلاماتوري سيلز، مش قلنا في نوع من انواع السيلز يسمون فيه جاينت سيلز يصير الانفلاميشن او انفلتريشن سوري. فيه بعض الانواع من المايوكاردايتس جو خذوه شخص متوفي وصاير عنده مايوكاردايتس، وخذوه القلب نتاعه وشافوه لقوه النوع هذا فيه انفلتريشن بشكل كبير للجاينت سيلز، يعتبر
inflammatory cells. فالنوع هذا سموه giant cell type. giant cell type. فال idiopathic myocarditis أو الفيدلرز myocarditis تكون due to unknown cause أو شخص ما عندهش أي underlying cause أدت إلى myocarditis. ممكن تكون diffuse ممكن تكون giant cell. به هذا السبب الأول. لكن المايوكارديتس مش كلهن unknown cause، في أسباب في underlying cause يؤدن إلى مايوكارديتس. كيف شنو مثلا؟ كيف الانفكشن، مش أي inflammation أو الانفكشن تؤدي إلى inflammation. فممكن السبب يكون infection، والنوع هذا نسمه فيه infective myocarditis. infective myocarditis infection كيف شنو مثلا؟ ممكن يكون فيروس، شخص تعرض لفيروس، ممكن تكون HIV، تعرض للبوليو فيروس، اي نوع من الروبيلا، ممكن ميزلز، فيخش في مايوكاردايتس. ممكن يكون بكتيريا، ممكن نتيجة ستاف بكتيريا، ممكن ستريبتوكوكس، ممكن منيجوكوكس، هذين كلهم ممكن يؤدي الى مايوكاردايتس. ممكن يكون تيوبركلوس مايوكاردايتس نتيجة المايكوبكتيريا. ممكن تكون نتيجة بروتوزوا، كيف حالة التوكسوبلازموزس ممكن يخشوا في infective myocarditis. ممكن يكون fungal كيف حالات الاكتينومايكوزس او الكانديديازس. باهي، هل هذين بس الاسباب اللي ممكن يؤدي الى myocarditis؟ قال لك لا، ممكن الميوكاردايتس تكون due to autoimmune disease. ممكن تكون due to autoimmune disease. لو شخص مثلا تعرض لي روماتويد أرثريتس، تمام، أو تعرض لي SLE، هذين يعتبرن أوتو أمين ديزيز، هناخدوه إن شاء الله بروح. الروماتويد أرثريتس كيف ما قلت لكم، هو سموه أرثريتس إن البلك أو 75% من السيمتومز تضرب الجوينتس، لكن هو يعتبر سيستميك، ممكن يضرب الجوينتس، ممكن يضرب السكن، ممكن يضرب البلاد فيسلز، ممكن يضرب الكدني، وممكن يضرب الهارت. روماتويد أرثريتس لو الأنتي بادز طلعنا هذين ضربن الهارت حتأدي إلى مايوكاردايتس. الاسئله كذلك، الانتي بادز تطلع لو ضربها للهارت حتؤدي الى مايوكاردايتس. في ديزيز اخر اسمه البولي ارترايتس نيدوزا، هذا عاده يضرب الفيسلز، انتي بادز يطلع يدير فاسكولايتس، ممكن يضرب النيرفز، ممكن تضرب الجوينتس وديلي ارترايتس، وممكن تضرب الهارت. البولي ارترايتس نيدوزا ممكن تضرب الهارت وديلي مايوكاردايتس. فتصنيف المايوكاردايتس ممكن يكون انون كوز نسمو فيه ايديوباثيك، ممكن تكون نتيجه انفكشن، ممكن تكون نتيجه autoimmune disease. وفي نوع اخر طبعا هي المايوكاردايتس انواعها واجد، فلو انا بنسمي كل حاجه دي بدي لي مايوكاردايتس نسميها باسمها، معناها ما عادش تفض بك القصه هذه. فهم اعطوا ثلاث تصنيفات هذين، وحطوا تصنيفه اسمها ميسيلينياس مايوكاردايتس، يعني كأننا كيف بنقولوا كوكتيل مايوكاردايتس كوكتيل. اي كوز اخر خاطي الثلاثه هذينا نصنفوه تحت الميسيلينيس مايوكاردايتس. ممكن تكون نتيجه مثلا كيميكال ايجنت او فيزيكال ايجنت، كيميكال او فيزيكال ايجنت ادى الى اريتيشن في المايوكارديوم وخشتني في مايوكاردايتس. ممكن تكون نتيجه الميتابوليك كوزز، في اشخاص اللي يعانوا من الكرونيك كيدني ديزيز، تمام، او كرونيك رينال فيلر. طبعا وظيفه الكدني هي المفروض دي الاكسكريشن الحاجه اسمها اليوريا والكرياتينين، طبعا صح ولا لا؟ وديما نحن في وظائف الكلى بعد نختبر وظائف الكلى نبحثوا في اليوريا والكرياتينين، بعد نلقون عاليات نخافوا، لان معناته الشخص هذا يكون عنده مشكله في الكدني. فالاشخاص اللي يعانوا من كرونيك كدني ديزيز يعانوا من حاجه اسمها اليوريميا، زياده في اليوريا، يوريميا. فاليوريميا هذه ممكن تدي لي مشاكل في الهارت، يسموا فيها اليوريميك كارديو مايوباثي، يوريميك كارديو مايوباثي. بعد انا الشخص يكون عنده يوريميا، طبعا اليوريميا توكسيك طبعا، فممكن تاثر على المايوكارديوم وتدي لي مايوكاردايتس، هذا واحد من الاسباب نتيجه اليوريميا. الاشخاص اللي هم اللي يعانوا من الكرونيك كيدني ديزيز، مش قلنا نحن وظيفه الكيدني هي اكسكريشن للفلويدز؟ فانا بعد يكون عندي كرونيك كيدني ديزيز معناها انا فقدت الفانكشن تاع الكيدني، معناها شو بيصير لي هنا؟ الفلويدز ما عادش يطلع، فالبادي او الجسم
بيخش في فوليوم اوفرلود وبرشر اوفرلود، فاللود على الهارت بيزيد، فبعد اللود على الهارت يزيد بالستريس بيزيد على المايوكارديا، فممكن دي المايوكارديتس. تمام، هذا واحد من الاسباب. السبب الاخر في حاله الهيبوكاليميا، البوتاسيوم هذا اعوذ بالله منه، الزياده متاعه تاثر على الهارت، ممكن تخششني حتى في هارت بلوك، والنقص متاعه ياثر حتى على الهارت. الهيبوكاليميا بعد ينقص البوتاسيوم، البوتاسيوم شنو بيدير لي كميكانيزم افهمه بس انت، البوتاسيوم بينقص من الكاردياك ريبولاريزيشن في المسلز، وفي نفس الوقت بيزيد لي من الانترسيلر كالسيوم، انكريز في الانترسيلر كالسيوم انفلتريشن للسيلز، فهيخشش في الارثميا، يخشش في الارثميا، وهذا حيدير ستريس على المايوكارديوم، ممكن يدير لي في مايوكارديتس. وعلى فكره الهيبوكاليميا عندها حتى تشينجز في الاي سي جي، تخشك في الكيو تي سيجمنت برولونجيشن، فوتوها المعلومه هذه عرفوها وانسوها. تمام، فهذينا ممكن هذا يعتبر حتى يؤدي الى مايوكارديتس. ممكن نتيجه الدراجز، ممكن دراجز ياثر على عمل المايوكارديوم ودي لي مايوكارديتس. فجي تشوف انت التايبس اوف مايوكارديتس تلقاهن اكوردنج تو حاجه معينه. تمام، لكن في النهايه بك المايوكارديتس يعتبر مرض خطير شويه مش سهل، ومرض المايوكارديتس الانفلاميشن ينتقل للبريكارديوم ودي لي بريكارديتس. فاغلب الاشخاص اللي هم يعانوا من مايوكاردايتس نفحصوا البريكارديوم، يعني ممكن الانفكشن او الانفلاميشن ينتقل للبريكارديوم ودي لي بريكارديال ديزيز او بريكارديتس. تمام، فكيف ما قلت لكم المايوكاردايتس يعتبر ماهوش سهل، وادي مرض الى الهارت فيلر، وادي الى الارثميا، والهارت فيلر والارثميا ينتهي بالمطاف الى الدث. تمام، هذا فيما يخص موضوع المايوكاردايتس.